أحباء سفينتنا وقائد مسيرتنا الإنسانية رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الدكتور يونس الخطيب فليتفضل مشكورا. أهلا وسهلا فيكم في مقركم في بيتكم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني اللي دائما تحتوي العطاء، وأنتم كنتم كرجال مثل ساطع لهذا العطاء. هذا الملتقى، هذا الجمع من المرأة الفلسطينية جمع رائع، وبضع من الرجال مش كثير يعني، بس تتميز ويتميز الملتقى بوجود المرأة المعطاءة. ولما بنقول لجان تطوعية هي بالفعل قاعدة صلبة وأساسية للتطوع في جمعية الهلال، لأنه حقيقة أنتم الأقرب لمجتمعنا الفلسطيني، أنتم الأقرب لمجتمعاتكم، وهذه اللجان مش تتقبل دعم ومعونات، ولكن بتضع خطط وبتشارك بوضع تصورات وبرامج لاحتياجات مجتمعها، وبالتالي حلول لمشاكل هذا المجتمع. هذا هو العطاء.